عايزين نبارك النادي الاهلي كلنا، نقول الف مبروك النادي الاهلي من الهزيمه او من التعثر بيصنع النصر. كده الاهلي يرتفع رصيده من 52 نقطه الى 55 نقطه المركز الثاني، نادي الزمالك 61 نقطه المركز الاول. القطار بيجري بسرعه الصاروخ في اتجاه الزمالك. الاهلي كده لو مشي دون اي تعثر هيبقى فيه لذه للدوري ومتعه للدوري زي زمان، هيبقى في حاجه اسمها اهلي وفي حاجه اسمها زمالك. نامل ان يكون في ماتش فيصل في الاخر، وده الاتجاه اللي شكل الموضوع رايح لكده. وفي الاخر رياضه، هنبارك للاهلي هنبارك للزمالك، كلها مصر. وهنتكلم بالتفصيل كله مع الناقد الرياضي كابتن علاء عزت بعد ما نتناول بعض فقراتنا. نحذر الناس الاول من الكورونا. كورونا يا جماعه، عايزين نبارك للنادي الاهلي كلنا، نقول الف مبروك النادي الاهلي من الهزيمه او من التعثر بيصنع النصر. كده الاهلي يرتفع رصيده من 52 نقطه الى 55 نقطه المركز الثاني، نادي الزمالك 61 نقطه المركز الاول. القطار بيجري بسرعه الصاروخ في اتجاه الزمالك. الاهلي كده لو مشي دون اي تعثر هيبقى فيه لذه للدوري ومتعه للدوري زي زمان، هيبقى فيه حاجه اسمها اهلي وفيه حاجه اسمها زمالك. نامل ان يكون في ماتش فيصل في الاخر، وده الاتجاه اللي شكل الموضوع رايح لكده. وفي الاخر رياضه، هنبارك للاهلي هنبارك للزمالك، كلها مصر. وهنتكلم بالتفصيل كله مع الناقد الرياضي كابتن علاء عزت بعد ما نتناول بعض فقراتنا. نحذر الناس الاول من الكورونا. كورونا يا جماعه. اسمي مادلين حنا، سني 29 سنه، كان وزني قبل العمليه 155 وبعد العمليه وصلت ل 100 خلال سنه. كان عندي مشاكل كتير في ارتجاع في المريء وفي التنفس وفي الحركة، ودكتور كريم ساعتها اختار لي تحويل مسار. ومن ساعة العملية وانا صحتي بقت احسن، وبقيت عارفة اتحرك اكتر وعارفة اشتغل احسن، وباخد الفيتامين والكالسيوم بتاعتي بصفة مستمرة، وصحتي دلوقتي بقت افضل كتير عن الاول طبعا. وانا بشكر دكتور كريم جدا عشان هو اللي مختار لي عمليه تحويل المسار، كانت افضل كتير ليا عشان ارتجاع المريء اللي كان عندي، ودلوقتي بقت احسن كتير عن الاول، فشكرا دكتور كريم. عايزين نبارك للنادي الاهلي كلنا، نقول الف مبروك النادي الاهلي من الهزيمه او من التعثر بيصنع النصر. كده الاهلي يرتفع رصيده من 52 نقطه الى 55 نقطه المركز الثاني، نادي الزمالك 61 نقطه المركز الاول. القطار بيجري بسرعه الصاروخ في اتجاه الزمالك. الاهلي كده لو مشي دون اي تعثر هيبقى فيه لذه للدوري ومتعه للدوري زي زمان، هيبقى فيه حاجه اسمها اهلي وفيه حاجه اسمها زمالك. نامل ان يكون في ماتش فيصل في الاخر، وده الاتجاه اللي شكل الموضوع رايح لكده. وفي الاخر رياضه، هنبارك للاهلي هنبارك للزمالك، كلها مصر. وهنتكلم بالتفصيل كله مع الناقد الرياضي كابتن علاء عزت بعد ما نتناول بعض فقراتنا. نحذر الناس الاول من الكورونا. كورونا يا جماعه،